ديال التلقيح. دونك الناس اللي كانوا جاو كانوا من الاوائل اللي تلقاو الجرعه الاولى نهار 29 يناير، اليوم كانت عندهم موعد ديالهم مع اخذ الجرعه الثانيه. الحمد لله مرات الامور بسلام، كانت دازت من داك الشيء رفيع، لقينا الامور مضبوطه، لقينا داك الشيء زعما مزيان، والناس داروا التلقيح ديالهم وكيشكروا سيدنا على هذه الفرصه اللي الملكيه. وي حنا كنا الحمد لله تنخدموا تحت تعليمات ساميه لصاحب الجلاله الله ينصرو، الناس هما استجبوا للنداء ديالو، والحمد لله حنا غاديين في واحد الطريق سليم. وكيف كتلاحظوا العدد ديال الملقحين راه تعدى 3 المليون، وهذا رقم مشرف جدا للمغرب. شكرا استاذه، شكرا دكتوره على الاستضافه وعلى هذا. الله يبارك فيك. اولا اشكركم على هذه الالتفاته الاساسيه بنا اولا التي تولي الاهتمام لهذا الظرف الاساسي المتعلق باللقاح، وانه بتواجدي تزامنا مع الامين العام الجهوي فانني اولا ابارك هذه المبادره، ثم ثانيا ان المبادره قد لقيت استحسانا اساسيا بالنسبه لي المواطنين، وذلك باستجابه لدعوه ملكيه ساميه عامه التي تؤكد على روح الوطنيه والمواطنه الحقه، ثم ان الجانب الوقائي والاحترازي من هذا الوباء كان بطابع الانسياق وكذلك التماشي استجابة للدعوة الملكية لهذا الباب، بالإضافة إلى كون أن هذا اللقاح هو جاء مجانيا وعاما وأنه لا يتوانى عنه أي مواطن، وذلك غاية للمحافظة على المسي وعدم المساس بالغير، بالإضافة إلى كون أن البلد المغربي في إطار هذه الطليعات الاستجابة جعلنا محط اهتمام من طرف الدول الأجنبية، واحتلت معه الدولة المغربية الريادة الأساسية فوق من طليعة الدول المتقدمة، ونأمل على أن يجد هذا اللقاح أولا إيجابيته بالنسبة للمواطنين، وكذلك استبعاد لكل ما يمكن أن يمس بالسلامة الصحية للمواطنين. كما نشكر كل الطاقم المجندون أساسا من أطباء ومن في ركابهم لإنجاح هذه المبادرات الاساسيه الوطنيه، والشكر. هاد الناس اللي دازوا قبل مني اللي دواو معاكم ما خلاو لي ما نقول، قالوا كل شيء، بلادنا زينه، مالكنا مخير، المغرب ما بحالو حتى بلاد، ملي كتمشي حنا كيوقع لنا بزاف كنسافروا لبرا، ملي كتقول انا مغربي كيبداو يشوفوا فيك بعين اخرى بالابتهاج بالاعجاب، يعني فين ما مشينا كنكونوا معزين مكرمين، لان مغربنا كيف قلت لك ما كيفو حد، ما كيفو بلاد في الدنيا، ومالكنا مهلي فينا ومهلي في الشعب ديالو، والله ينصرو ويقويه ويزيد ويكثر مثاله شويه في العالم باش حتى هما يكونوا لاباس. واش لقيت استقبال تاعك؟ هو شني راه شوف انا حشموني بكثره الاهتمام وكثره الاداب، الله يخطيهم ويرضى عليهم ويكثر مثالهم، كل شيء داز بخير. هذيك الطبيبه اللي دارت لي البرا شوكا يدها ديال الحرير ما شعرت بوالو، حتى قالت لي صافي نوض، كل شيء داز بخير، وتبارك الله عليكم حتى انتوما الاعلاميين ديالنا، شكرا. كنت في المغرب، انا سابقا مدير في شركه طبيه بس اخذت تقاعد دابا الى جانب العمل انا ما يستر. اب الفنان الكبير بدر رامي من سوريا، انا اصلي سوري بس انا صلي 40 عام في المغرب، هذا بلدي الحبيب الثاني. اصبحت مغربي. الله، لي الشرف والامتنان رغم اني بسافر كثير، بتمنى امتى اخلص وارجع للمغرب. وهي الدواعي العزيزه. اي والله بفتخر، انا بفتخر وغير عليه، تنغار عليه، ما تنبغيش شي واحد يدوي فيه شي حاجه.
والله ارض الخير، ارض الحضاره، ارض المحبه، ارض التسامح، ارض الفن وال... شكرا شكرا على هذا. بالعكس العفو، وهذا والله شيء، هذا تسلم، هذا الشيء بيخلينا نزهو ونفتخر، ويعني ما في مفخرة بعد أن تكون مغربي. والله تكلمنا على الجرأة الخديجة، تلقيح على الجرأة الخديجة، تكلمنا. أنا سعيد جدا في هذه البادرة الطيبة اللي كان مغربنا الحبيب السباق إليها مقارنة مع الدول الأخرى. نحن نشكر جلالة الملك، الله ينصره ويخلينا إياه، اللي كان هو السباق في أخذ الحقنة طبعا، وكان القدوة لنا، ولقي تجاوب كبير من إخواننا وحبايبنا المغاربة الكرام. وإن شاء الله هذه بداية الانفراج إن شاء الله، وحفظ الله مغربنا الحبيب. شكرا استقبال من طرف الدكتورة حبيبة. بشكرها جزيل الشكر على أولا على حسن الاستقبال وحسن الرعاية والاهتمام بالحضور الكريم من بالنسبة للملقحين. شكرا جزيلا. تسلمي. بسم الله الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. اليوم تنتك على هاد التعليمات الملكية. أولا هاد التعليمات الملكية لأول القائد الأعلى وعاهد البلاد الملك محمد السادس نصره الله وإياده، هو الأول اللي عمل هاد سمعت هاد الكلمة، وطوع هو الاول سمعتيني، وتبغي الخير للامه وتبغي الخير لجميع الشعب ديالو، وتنشكروا هاد الناس ديال على هاد الطاقم، وتنشكروا وزاره الصحه، وتنشكروا التعليمات الملكيه اللي اعطى صاحب الجلاله نصره الله، لانه هو القائد الاول والمجند الاول في هاد الحقنة هاد. وشكرا على هاد التعليم. الحقنة الثانية الحقنة الثانية أنا ما نقدرش نعطيك، لأنه أنا نقدر نتكلم على الحقنة الثانية، نتكلم عليها الطبيبة المكلفة بهاد الصحة. أما أنا وتنشكركم وتنشكر الطاقم وتنشكر السيد العلوي المدير المركب الثقافي، وتنشكر الاستاذ الكبير استاذ كنزي، وشكرا شكرا لهذا الطاقم. لا هذيك السياسيه اللي تتكلمت على، لانه سيدنا لو ما كانش كان الخير في هذه الحقنه للامه ما يحقنش هو الاول. سمعتيني إن أردت الإصلاح فما استطعتهم، لأنه هو تيخمم الشعب ديالو، تيخمم في الأمة ديالو، تيخمم في كل شيء ديالو. سمعتيني باش نقولوا واش سيدنا إلا بغى يدير لقاح غادي يتشاور مع شي حد؟ تيتشاور مع نفسه، قائد أمة وهو خليفة الله في أرضه. وشكرا وتنشكر الأستاذ مفتاح. من الموقع ديال كأمين عام جهوي ديال الحزب، أمين عام جهوي ديال التنمية والإصلاح بطبيعة الحال، الحزب العتيد اللي معروف على الساحة، يعني من خلال التتبع ديالكم كسياسي لهذه العملية ديال التلقيح، يعني كيف تقيمون هذه العملية؟ التقييم ديالكم لهذه العملية ككل؟ والتقييم ديالنا لهذه العملية وهو أي واحد عنده شي واجب خصو يقوم به، اي واحد عنده واحد، كل مسؤول على الرعايه ديالو، وهذا واجب وطني على اي انسان وعلى اي مواطن سياسي او مواطن عادي او غير. السيد الامين العام ابرز
يعني المحطة في هذه العملية ديال التلقيح هو إعلان أو اتخاذ القرار بطرف صاحب الجلالية عن مجانية التلقيح. أتعلمكم على هذه المسألة ديال والتعليمات الملكية عطات بأنه التلقيح هو مجانا للأمة كلها، لأنه تيخمم في الشعب ديالو وتيخمم في الوطن ديالو وتيخمم في الأرض ديالو، سمعتيني؟ وسيدنا راه هو الله ينشره وإيده ويجيل في العمر ديالو. أخيرا لكي ينصح الجميع كلمة بخصوص الفضاء ديال سيدي بليو اللي على رأسه واحد الأستاذ الفنان الكبير، كيف انك كبير استاذ سعيد العلوي، وهو كفنان كبير وملحين ورئيس ذوق ومدير مركب وغاني على الساحه المغربيه والساحه الوطنيه، من الاساتذه اللي كان معاهم اللي استفد منهم عبد النبيل الجراري، ابراهيم العالمي، احمد البيضاوي، فتح، وهو كان مع الفنانه القدام واستفد، سمعتيني؟ وتنتمنوا له التوفيق في هذه الساحه الفنيه. شكرا. انا كمواطن دابا يعني حق من ديال الزمان وانا عايش في بلادي، اليوم كنحس بواحد الافتخار شي غريب. الحمد لله كنا والله العظيم. لانه ملي تنشوف حنا دابا الموضوع الساعه هو هاد الكورونا. صح. كتشوف اشنو تيجرى في البلدان، وهنا عندنا مجال ديال المقارنه، هنا تتبان المقارنه وتتلقى بين ولادك اولا كاتم الصداقه باش يجيوها سميتو الحقيقه هذاك حقن الاستراتيجيه الاولى، تتشوف بانه انت كمواطن ما كتبدل حتى شي مجهود جالس في دارك حتى تيجيك اس ام اس وتيقول لك افلام راه غادي هذاك عندك موعد النهار الفلاني في المركز الفلاني، وكتجي وكتلقى واحد العدد ديال الناس في الخدمه ديالك، يعني بطبيعه الحال هما راه مساكن الضغط عليهم، ولكن كتحس بعدا ما عندك لا ضغط ولا والو، غاديين بك حتى كدوز هذاك العمليه ديالك وكتمشي في حالك، وكتشوف بلدان اخرين اللي الناس متقدمه علينا حنا ماديا، وكتلقى بانه الناس واحدين غير باش ياخذوا موعد باش هذاك يدير صح. يعني انا شاد اش تبقى كتقول تما؟ لانه السهولة هذا هو تيقول لك سهل ممتنع، هو سهل ممتنع. الحمد لله احنا بالنسبة لنا أمور دازت سهلة، ولكن ذاك الجهود اللي من وراء هذا الشيء راه جهود جبار. طبعا يعني طبعا ابتداء ملي تمشي دير لا كوموند ديال ذاك الفاكسا وتوجد ذاك التمويل ديالها، تصيفط ليها الطيارات، تعب ذاك الناس هنا في المغرب لا من وزاره الصحه ووزاره الداخليه وجميع الوزارات اللي تيهمهم الامر، باش انت مواطن كتجي كدوز في امان وسلام. الله ينصر سيدنا. أمين. الله يحفظ هذه البلاد، وحنايا فخورين بذاك المغربيه ديالنا. ايوا الحمد لله. وكنشكر الطاقم وجميع الفنانين. الله يجازيكم بخير. ويجازيكم السلطه. الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير. على هذا معنا بواحد الواجب كبير. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.